مساء الخير ومساء النور، مرحبا بكم. توحشتكم بزاف بزاف متابعين قناتي وقناتكم قناة ياس الجزائرية. في بداية الفيديو ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. المهم قبل ما نبدا الفيديو تاع نهار اليوم حبيت ندير خفيف ظريف برك على جالكم باش ما نغيبش. راح نذكركم بالمسابقة اللي راني درتها في قناتي باش تربحوا بزوج تاع لي ليسور. يعني في اول ايام من شهر رمضان المبارك راح ندير السحب باش نعلن عن فائزين ولا عن فائزتين، كل واحد منهم راح يدي ليسور. اما فيديو تاع اليوم هو حبيت نحكي لكم على لي فولوفون. المهم هذا هما لي فولوفون كما راكم تشوفوا هنا، يتباعوا يتخدموا في الدار صراحه، ولكن انا لقيتهم يتباعوا بهذا الشكل، حبيت ننصحكم بهم. هذو هما لي فولوفون، الناس اللي ما عارفش بيان سور لي فولوفون. المهم هذو لي فولوفون انا شريتهم باكيه فيها، دوك نقول فيها هذا الباكيه فيها 12، 6 من تحت 6 من تحت و 6 من فوق. انا ديجا كليت زوج وحبيت شريت باش ندير لهم شويه الحشوه تاعهم، شريت شويه طون شويه منا شويه منا شويه منا باش ندير حشوه سامبل غير اني باش نذوقهم وناكلهم. يعني انا ذوقتهم بالحشوه يعني هبلوا. رمضان وحده ما تحبش تخدمهم كيما انا ما نحبش نخدمهم، يتعبوا بزاف فيهم الخدمه بزاف، لذلك كيف قلت لهم بدا يتباعوا حوسوا عليهم في لي سوبيرات غادي تلقاوهم. انا يعني هذه لا مارك تاع يومي فولوفون، لذلك ننصحكم بها ونحن مع بعض نجهزوا لها الحشوه البسيطه وناكلوهم مع بعض. المهم انا هذا الفيديو باش درتو باش نذكركم بالمسابقه، ما تنسوش انكم تشتركوا في المسابقه للناس اللي مازال ما شاركتش. المهم هذو هما لي فولوفون، شوفوا كيفاش دايرين. ربع زوج انا كليتهم ويقعدوا 6 من تحت. المهم هذو هما نروح نجهزوا لهم الحشوه مع بعض. صراحة رايحين نجهزوا ربعة واش راح ناكل انا برك. ربعة هادو تاع الفوق نسكر عليه. المهم اول طبقة درت نطوق تاع طوماط وشريت باش ندير الكاشير، وشريت الكاشير الحار وانا ما نحبش الحار، مي معليش تحتمت. كيما راكم تشوفوا ودرت لها هذا الكاشير بهذا الشكل، ما نعرفش انا لا علاقه بالدريساج بالتزيين. وكملت التزيين بهذا بالزيتون الاسود، ما على باليش اسكو يدخلوهم يسخنوهم، ولكن انا راح ندخلهم للفرن نسخنهم ونعاود نرجع لكم. المهم هذا هو الشكل النهائي بعد ما سخنتهم وضفت لهم شويه تاع مقارون. هذه هي، ما تنساوش المهم تشتركوا في المسابقة وان شاء الله بالك تربحوا. بالتوفيق الناس اللي شاركوا والناس اللي رايحين يشاركوا. هذه هي، وما تنساوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد، ودعمونا بزر لايك، والى اللقاء.